بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم. وحلقة بداية الأسبوع، يمكن حلقة بداية الأسبوع جاية في ليلة الامتحان، زي ما بيقولوا ليلة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الانطلاقة غدا بإذن الله في لقاء الذهاب. الشوط الأول اللي هيتلعب في القاهرة غدا في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كامل العدد بإذن الله. جماهير النادي الأهلي تملأ جنبات مدرجات استاد القاهرة الدولي للمساندة والدعم والمؤازرة لتشجيع فريق النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الكل متفائل، والكل في نفس التوقيت يضع يعني أمامه تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بموعد النهائي أمام الوداد بطل إفريقيا الحاصل على آخر نسخة من دوري أبطال إفريقيا. ولكن أكيد هذه المباراة فيها تحديات كثيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. هتكلم على التاريخ، وهتكلم على تفاصيل فنية، وهتكلم على أمور مهمة جدا متعلقة بالاستعدادات الخاصة والأخيرة في العد التنازلي قبل موعد نهائي إفريقيا غدا، نهائي متكرر للعام الثاني على التوالي. ولكن التحديات هذه البطولة مختلفة من أجل الفوز باللقب الحادي عشر، وبإذن الله إن شاء الله يكون المشاركة في السوبر الإفريقي في أول نسخة قد تقام خارج إفريقيا مرة تانية، وأيضا كمان المشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية نهاية عام 2023. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، والنهاردة عندنا أخبار مهمة ونقاط مهمة جدا هنتكلم فيها قبل موعد المباراة غدا بإذن الله. ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤالنا النهاردة لكل جماهير النادي الأهلي في كل أرجاء العالم. وجهوا رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائلكم اللي هتوجهوها للجهاز الفني واللاعبين. وأنا النهاردة حتى قبل بداية الحلقة شفت رسائل كثيرة جدا، يمكن كلها إيجابية للشد والمؤازرة والمساندة قبل مباراة الغد بإذن الله. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الوداد. وكمان مؤتمر صحفي اليوم لكولر والشناوي. وأخيرا الهلال السعودي يقترب من إعلان انضمام ميسي. يبدو كده يوميا هيبقى عندنا تفاصيل كتيرة وعناوين مهمة متعلقة باقتراب ميسي من اللعب في الدوري السعودي. الفترة اللي جاية في مفاجآت مدوية بخصوص استعدادات المملكة لعدد من الأحداث الرياضية خلال الفترة اللي جاية. طيب، مباريات اليوم في الدوري المصري النهاردة استكمال مباريات الجولة 30 من عمر مباريات الدوري العام، والساعة 8 على استاد جهاز الرياضة العسكري طلائع الجيش بيستضيف سموحة. مباراة اليوم أيضا واليوم هو لقاء الإياب في كأس الكونفدرالية، المباراة النهائية. اتحاد العاصمة الجزائري يستضيف يانج أفريكانز التنزاني في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مع العلم أن لقاء الذهاب انتهى بفوز اتحاد العاصمة في تنزانيا 2-1، وبالتالي يانج أفريكانز محتاج يكسب 2-0 لضمان فوزه بالبطولة. ولكن اتحاد العاصمة عنده حاجات كتيرة ممكن النهاردة يعني تتوجه بالفوز بالبطولة، على الأقل حتى التعادل السلبي أو الإيجابي، أو حتى لو خسر بفارق هدف واحد. طيب، اليوم كمان النهاردة مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. هذه المباراة هتتلعب على ملعب ويمبلي، وبدأت منذ لحظات في تمام الساعة 5، وأنا معاكم دلوقتي في الدقيقة الأولى. مانشستر سيتي متقدم على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء. يبدو أن السيتي السنة دي مع بوب جوارديولا عايزين يفوزوا بكل حاجة. فازوا بالبريمير ليج، عايزين كمان يكسبوا كأس الاتحاد الإنجليزي، وعندهم موقعة مهمة جداً نهائي الدوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج هيلعبوا مع إنتر ميلان. فهل ممكن السيتي السنة دي يحقق الثلاثية؟ ده هنتعرف عليه بعد مباراة اليوم وموعد نهائي أوروبا خلال الأيام القادمة مع إنتر ميلان. دي كانت جولة في مباريات اليوم. طيب، حاجة أخيرة قبل ما أطلع لفاصل، يمكن طبعا بنتوجه بخالص التعازي للكابتن إسلام الشاطر في وفاة والده. وبالأمس كان في مراسم العزاء في مسجد القائد إبراهيم بالأسكندرية، زي ما أنتم شايفين طبعا على الشاشة. يمكن العديد من كبار الضيوف وأيضا كمان نجوم الرياضة والمجتمع كانوا في واجب العزاء
في مسجد القائد إبراهيم بالأسكندرية. قدام يمكن على الشاشة الكابتن أيمن شوقي نجم مصر والنادي الأهلي، كان موجود في واجب العزاء، والعديد من الرياضيين كانوا موجودين بالأمس في الأسكندرية لتعزية كابتن إسلام الشاطر في وفاة والده. ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. وعايز أكد كمان أن بعد غد يوم الاثنين بإذن الله هيكون العزاء في القاهرة أيضا في مسجد الحمدية الشاذلية عقب صلاة المغرب يوم الاثنين، بعد غد إن شاء الله الموافق 5 يونيو عقب صلاة المغرب في مسجد الحمدية الشاذلية بالأسكندرية. إن لله وإنا إليه راجعون. فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب هنتكلم على مباراة الأهلي والوداد، لقاء الذهاب غدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا. الاتحاد الإفريقي أكيد عامل تحضيرات مهمة جدا سواء في الذهاب أو في الإياب، ويمكن البطولات الإفريقية الفترة اللي جاية هتاخد منحنى مختلف تماما عن الفترة السابقة في مسألة بث المباريات، الإنتاج التلفزيوني، الاستفادة من الحقوق التسويقية، في أمور كتير جدا الفترة اللي جاية الاتحاد الإفريقي هيشتغل عليها زي ما حصل بالأمس في تحديث بعض الأمور المتعلقة بالأمور الإعلامية والتسويقية، وتم عمل ميديا أوبن داي لكل وسائل الإعلام سواء في معسكر الأهلي أو حتى في معسكر الوداد. ولكن عايز أتكلم على نقطة مهمة جدا تخص الأهلي ونقطة مهمة جدا تخص نادي الوداد. النقطة اللي بتخص النادي الأهلي هي نقطة متعلقة بالعنوان الأساسي بتاعنا، الأهلي بمن حضر. عمرنا، وأنا واحد من جمهور الأهلي قبل ما أكون صحفي أو حتى إعلامي، عمرنا ما تكلمنا إحنا عندنا غيابات، مين موجود مين هيغيب. دائما وأبدا الأهلي معودنا أنه هو بمن حضر. على فكرة في بعض المناسبات وفي بعض المباريات تحديدا أمام الوداد حصلت بعض الغيابات، وفي بعض الأوقات الغيابات كانت مؤثرة بشكل كبير على تشكيلة الفريق، ولكن تاريخ الأهلي بشكل عام يقول لا، إن الأهلي مهما كانت الغيابات كل اللعيبة بتبقى رجالة في الملعب، الجهاز الفني بيتعامل مع كل الظروف، بيقدر يشتغل وبيحضر بشكل كويس، ووجود الجمهور ما بيكونش رقم 12، جمهور النادي الأهلي في استاد القاهرة أو في أي مكان في العالم بيبقى رقم واحد بالنسبة لفريق النادي الأهلي. فالقصة بالنسبة لنا الأهلي بمن حضر. في 2017 غاب حسام عاشور عن الذهاب والإياب، في 2022 غاب محمد عبد المنعم، ولكن في نفس الوقت الأهلي على مدار تاريخه بيقدر يصنع المعجزات. وهنا المعجزات عايز أضرب بها المثل في نقطة مهمة جدا. افتكروا دايما تاريخ الأهلي بيقول، والتاريخ دايما جزء من الحاضر ويبقى المستقبل، لأن الأهلي دايما عنده تاريخ الحمد لله طويل ومشرق في المسابقات الإفريقية. لما فرقة بتكسب الأهلي أو بتعمل عليه نتيجة مرة أو اتنين ما بتتكررش تاني، ما بتتكررش تاني. ليه؟ لأن الأهلي دايما فلسفته أنا الاسم الكبير في القارة الإفريقية، أنا الفرقة كلها اللي بتخاف مني، فلو كسبني مرة أو اتنين لازم يعمل لي حساب في المرة التالتة. ومش هتكلم على التاريخ وارجع مثلا من أول بداية البطولات الإفريقية في الستينات والسبعينات، لا هتكلم حتى على الحقبة الأخيرة في الفترات حتى اللي صن داونز كان بيتفوق فيها مع الاهلي، كان بيقدر الاهلي يوصل للمباراه النهائيه او بينافس على البطولات الافريقيه ويكسب بطوله واثنين ويوصل نهائي مره واثنين وثلاثه. في المقابل صن داونز ما بيتاهلش. تبص حتى على فريق الترجي التونسي، في فتره من الفترات كسب الاهلي في الفاينل 3-0، ولكن بعد الفاينل ده بص على نتائج الاهلي مع الترجي في تونس قبل ما تكون في مصر، كلها نتائج مميزه ونتائج ايجابيه. وبالتالي فكرة إن فريق ممكن يعمل اسم وتاريخ على الأهلي ما بتستمرش كتير، ممكن تحصل سنة اتنين ولكن مش على مدار التاريخ. لذلك عايز أأكد على هذه الجزئية أمام الوداد. فاز على الأهلي في 2017 صحيح، وفاز على الأهلي في 2022، ولكن في التالتة إن شاء الله مش هتبقى تابتة، لأن في التالتة بإذن الله يقدر الأهلي يكسر الرقم ده ويقدر يصنع تاريخ جديد مع فريق بيحاول يصنع تاريخ على حساب الأهلي. تمام؟ دي نقطة مهمة جدا كنت عايز أتكلم فيها بشأن التاريخ. ولكن في كلام مهم جدا متعلق باستعدادات الأهلي. هرجع أتكلم على الوداد لأن في شوية معلومات مهمة برضه هتكلم فيها على الوداد، ولكن النهاردة في أكتر من إيفنت مهم جدا في استاد القاهرة. تدريب الأهلي الساعة 6، المؤتمر الصحفي 7:30، المؤتمر الصحفي الوداد 8:30، التدريب الساعة 9. كل دي النهاردة فعاليات موجودة في استاد القاهرة الدولي، وبالتالي فريق امبارح دخل معسكر مغلق، ففي تفاصيل مهمه جدا محتاجين نعرفها من زميلنا كريم احمد اللي متواجد حاليا في استاد القاهره الدولي عشان نعرف منه اخر الاخبار واخر الترتيبات استعدادا
ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك وكل التحية والتقدير أيضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. هنسخن كده بدري بدري قبل مباراة الغد إن شاء الله، وانت حاليا دلوقتي أعتقد في مقصورة الإعلام في استاد القاهرة الدولي. الاستاد أخباره إيه؟ الترتيبات، المدرجات، أرضية الملعب، وآخر الأخبار لديك يا كريم، اتفضل. بالتأكيد طبعا يا محمد، في البداية يعني بنتمنى كل التوفيق بمشيئة الله إن شاء الله لفريق النادي الأهلي. زي ما أكدنا وقلنا أكتر من مرة، شوطين شوط مهم جدا الحقيقة هنا في القاهرة، محتاج كل الجهد والتركيز والتحضير الفني الأمثل الحقيقة المستر كولر والجهاز الفني، وده اللي معودنا عليه الحقيقة محمد في المباريات الكبيرة، بيكون في حرص وتأني وبيكون في اختيار موفق جدا للاعبين، طريقة اللعب، السيناريوهات، الحالة النفسية، أمور عديدة جدا بنأملها بمشيئة الله إن شاء الله بإذن الله تكون المناخ وكل الأجواء وكل الاستعدادات محمد إن شاء الله في مصلحة فريق النادي الأهلي. عايز اقول لك نقطه مهمه جدا، يعني طبعا انت عارف فريق النادي الاهلي هيتواجد طبعا هنا في استاد القاهره للتدريب، وايضا كمان مستر كولر، لكن في نقطه مهمه جدا الحقيقه قبل التحرك من النادي الاهلي الى هنا او من فندق الاقامه الى هنا، كان في جلسه مهمه جدا باللاعبين الكبار، ودي نقطه مهمه جدا يا محمد، لان هذه المرحله محتاجه مش هنقول طبعا الرغبه ولا الحماس، لا، محتاجه ان كل لعيبه الكبار بتتكلم بتاكد على هذه المرحله، في امال متعلقه في اذهان الجماهير كبيره جدا جدا جدا، الجهد الكبير الحقيقه اللي بيبذل من الدوله بشكل عام، وزاره الداخليه اللي وافقت على العدد الكبير جدا بشيئة الله لنشوف استاد القاهرة، أمور عديدة محتاجة أن يكون فيها حماس، محتاجة يكون فيها تأكيد، ودي نقطة مهمة جدا. لكن التدريب بالتأكيد كلنا منتظرين فريقا للنادي الأهلي في التدريب الرئيسي النهاردة، أنت عارف محمد طبعا أجواء كثيرة جدا النهاردة، المؤتمر الصحفي زي ما أنت ذكرت بالنسبة للنادي الأهلي، أيضا كمان نادي الوداد، تدريب نادي الوداد هيكون الساعة 9 مساء، لكن اللي يهمنا النهاردة أن احنا نشوف حالة اللاعبين، بتبان محمد طبعا من الوشوش، بتبان من لمسة الكرة، بتبان مدى الجاهزية وجدية لاعبي النادي الأهلي، والرسالة اللي عايزين يقولوها أو يوصلوها للجميع ان شاء الله باذن الله الشوط الاول يكون من نصيب النادي الاهلي، واستعدادات تكون خاصه جدا على مدار الشوط الثاني. انت عارف محمد يعني الشناوي واحاديث طبعا غيابه وعلي لطفي، مصطفى شوبير، الثقه الكبيره جدا اللي عندنا في حراسه مرمى النادي الاهلي شفناها الحقيقه في مصطفى شوبير، شفناها في علي لطفي، عشان كده مش هنشيل هم شويه، رغم يمكن اكيد في ناس ممكن تاكد على هذا الامر وتقول الشناوي بقيمته الكبيره فنيا، ايضا كمان كابتن فريق النادي الاهلي بيدي دفعه كبيره، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في حراسه المرمى في الاختيار اللي هيكون موفق بمشيئه الله من مستر كولر، محتاجين بس التوفيق محمد معانا، محتاجين لعيبه النادي الاهلي يكون عندها وعي كبير جدا جدا ان اول مره بتلعب شوطين، محتاج ان انت تاكد على الشوط الاول بشكل كبير جدا، ده امر هيكون مهم، لكن بطمنك يا محمد الاجواء معنويات مرتفعه جدا لعيبه النادي الاهلي، حاله التركيز كبيره جدا جدا عند الجميع، عند الجهاز الفني، عند اللاعبين، والنهارده بمشيئه الله ان شاء الله ينتهي التدريب بهدوء بدون التحامات بدون تدخلات، لان احنا عايزين نحافظ على القوائم اللي متواجد معانا، ويا رب ان شاء الله محمد كل الاجواء تكون معانا وتكون فرحه كبيره جدا بكره بمشيئه الله. طيب مسرح المباراه الاستاد، وانا شايفك موجود في الاستاد دلوقتي، وطبعا اجواء النهارده غير اجواء بكره، ولكن من اول ما دخلت استاد القاهره الدولي شايف الاستعدادات ازاي؟ البوابات، مقصوره الاعلام، ارضيه الملعب، المدرجات، يعني طبعا محمد في البدايه بنوجه كل الشكر والتقدير الحقيقه لوزاره الداخليه اللي استلمت بالتاكيد الاستاد القاهره، شايفين الحواجز، شايفين الدخول، شايفين الممرات، تجهيزات مكثفه بشكل كبير جدا من اداره الاستاد، من ايضا كمان وزاره الداخليه، من الجانب ايضا كمان الخاص بالشركه الافريقيه اللي اكيد هيكون ليها دور كبير جدا في دخول الجماهير غدا في التنسيق، في ترتيبات مهمه جدا محمد، ويمكن كمان من لحظات يعني لعيبه النادي الاهلي فور الوصول انت عارف بيكون في امر مهم جدا هو الفوتو سيشن الخاص بالكاف، يمكن هيكون متواجد قبل التدريب، الكل طبعا في انتظار، بالاستاد بيتحضر بشكل رائع ومميز جدا، الممرات، الدخول والخروج، كمان ارضيه الملعب يعني حاجه اكثر من رائعه، في ترتيبات مهمه جدا يا محمد عشان يمكن نهائي افريقيا بتواجد على ارض مصر طبعا، فمحتاج ان الشكل العام يكون مهم جدا، لان دي هتكون رساله، عشان كده الحقيقه بنشيد بالجميع النهارده يمكن وكمان بكره بمشيئه الله، هو يوم العرس بكره، لكن النهارده الحقيقه مديانا رساله كبيره جدا ان في تحضيرات، في امور عديده زي ما اكدنا على المستوى الفني، المستوى الاداري، بناكد كمان على مستوى التحضير لاستاد القاهره، عشان كده محمد يعني ان شاء الله املنا في ربنا سبحانه على كبير جدا، يعني الكل مجتهد النصيب، لعبتنا اجتهدت بشكل كبير، مستر كولر تحديدا والجهاز الفني اجتهد في التحضير لهذه المباراه، ينقصنا توفيق ربنا ان شاء الله باذن الله 11 راجل متواجدين بمشيئه الله غدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون شوط اول من نصيب النادي الاهلي. كريم، الفتره الاخيره والايام الاخيره كانت في الاجواء كانت حاره شويه، وكانت في هواء ورمال، يعني الجو كان فيه تراب، هل ده كان ليه تاثير على النجيله؟ يمكن تم الحفاظ على النجيله، وانت دلوقتي في الاستاد وشايف النجيله اكتر مننا، يعني الصيانة والأمور دي أعتقد بنسبة كبيرة شكل الاستاد هيبقى يعني زي ما احنا متعودين، صورة جميلة إن شاء الله بكرة بإذن الله.
بالتأكيد يا محمد، يعني يمكن مصر شهدت تقلبات عديدة جدا الحقيقة خلال الأيام الماضية، وتحديدا كمان أول أمس اللي كان فيه عاصفة ترابية كبيرة جدا، لكن المشهد هنا يا محمد بيدل على التركيز الكبير جدا في هذا الأمر. الصيانة ممتدة مستمرة، مش هنقول يوميا على قد ما بتكون على فترات في مدار اليوم، كل ساعتين ثلاثة بيكون في تهذيب للنجيلة، بيكون في رش للنجيلة، بيكون في رش للترتان المحيط بالنجيلة. أيضا كمان العاصفة الترابية على ما أعتقد الجو العام والشكل العام اللي احنا شايفينه أكيد من خلالك يا محمد ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي على مدار اليوم هبان طبعا تدريب فريق النادي الاهلي والوداد على الجاهزيه التامه لارضيه استاد القاهره. زي ما بقول لك يا محمد، يعني الكل بيجتهد للتحضير للعرس الافريقي غدا بمشيئه الله، عشان كده ان شاء الله باذن الله المناخ اللي احنا عايشين فيه والترتيبات والتحضيرات دي بنعملها يا رب ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي ويكون يوم عظيم بمشيئه الله على الشعب المصري كله وليس جمهور النادي الاهلي فقط. التراك تم تغطيته ولا بنفس الشكل بتاعه يا كريم؟ احنا عارفين في الفاينل دايما الكافي بقى عايز يغطي التراك، هل في تعديل ولا زي ما هو؟ يعني ممكن يا محمد في الساعات القادمه، لان انت عارف زي ما بقول لك في تحضيرات كثيره جدا، كل طبعا الاعلانات بتكون متواجده في تحضيرات كثيفه، ممكن يكون كالعاده طبعا والشكل العام المعتاد للنهائي بيكون في تغطيه بلون معين طبعا للترتان، لكن كل الامور دي يا محمد لسه هنشوفها على مدار الساعات القادمه. احنا متواجدين هنا في استاد القاهره حتى الساعه 9:30 طبعا بعد ما تكون 15 دقيقه انتهت لفريق نادي الوداد للتصوير الاعلاميين، عشان كده الترتيبات العديده جدا لحظه بلحظه، يمكن كل ربع ساعه بيكون في تحضيرات وبيكون في ترتيبات، لكن اللي باكد لك عليه استاد القاهره بيتزايم بمشيئه الله بل نهائي افريقيا غدا بمشيئه الله الاهلي والوداد المغربي. شكرا ليك يا كريم على كل هذه المعلومات والايضاحات من استاد القاهره الدولي، ويمكن دي اول صوره جماهير مصر وجماهير المغرب تشوفها حاليا في استاد القاهره قبل مباراه الغد. عايز اقول لكم المكان ده المكان المخصص لقاعه المؤتمرات الصحفيه ومقصوره الاعلاميين اللي هيكون فيها حضور كبير جدا بكره ان شاء الله في لقاء الذهاب لنهائي دوري ابطال افريقيا، ولكن بعد مباراه الاهلي والوداد المكان ده بالكامل هيكون فيه تعديل وتغييرات شامله استعدادا لاستقبال استاد القاهرة الدولي أول مباراة للأهلي في دوري السوبر الإفريقي بإذن الله يوم 20 أكتوبر. يمكن دي معلومة بقولها لكل السادة المشاهدين، تعديلات كاملة هتبقى على مقصورة الإعلام، يعني عشان يواكبوا كل التطورات الحديثة اللي طلبتها الشركة الإيطالية المنظمة لدور السوبر، عشان الأهلي يستقبل أول لقاء ليه في دور السوبر في شهر 10، ولكنه هيكون لقاء الإياب لأن الذهاب هيكون خارج مصر طبقا للقرعة اللي هتتعمل ان شاء الله خلال الفترة القادمة في احدى الدول الافريقية. طيب خلينا في النهائي دلوقتي، هنلعب مع الوداد بكرة، وكنت بتكلم على الجزء التاريخي والاهلي بمن حضر والجزئية المتعلقة بالاهلي لما بيواجه بعض الفرق وبيتعثر في بعض اللقاءات، التاريخ بيقول ايه؟ التعثر ده بيبقى لفترة ولكن لا يمتد، لان ما فيش فريق في افريقيا بيقدر يعمل اسم او مكان على الاهلي لفترة طويلة، وبيقدر الاهلي بيفرض اسمه ومكانته على كل الاندية الافريقية، التاريخ بيقول كده والحاضر اللي احنا فيه بيقول كده، ويعني مش هروح بعيد، بص على التاريخ من 2017 ل 2023 وانت تلاقي الاهلي في السبع نهائيات وصل ست مرات، وان شاء الله التتويج المره دي هيكون الثالث في اقل من حوالي ست سبع سنين كالارقام التاريخيه والانجازات اللي اتحققت قبل كده في عهد الجيل الذهبي. طيب عايز اتكلم على الوداد ولكن بمعلومات مهمه جدا، يمكن حارس المرمى يوسف المطيع حارس يعني بنتكلم في حوالي 29 سنة، هذا الحارس كان على وشك الاعتزال، يعني لم يكن موفق في فترة من الفترات في مركز حراسة المرمى وكان على وشك الاعتزال، ولكن جاءت إصابة الحارس الأساسي صاحب الخبرات أحمد رضا التكناوتي إنها تدي الفرصة ليوسف المطيع إن هو يبرز نفسه من تاني على ساحة الكرة المغربية، وتألق في لقاء سيمبا ولقاء سان داونز وكان له دور كبير جدا في تأهل الوداد إلى المباراة النهائية. لاعب مهم جدا اسمه عبد الله حيمود، يمكن هذا اللاعب يمكن تعرض لآلام في الزائدة الدودية وأجرى عملية جراحية صباح اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة، ألف مليون سلام عليه، نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله، ولكن على المستوى الفني صعب أن يلعب مباراة الغد ولقاء الإياب في المغرب. هذا اللاعب تحديدا هو بيرتدي التيشيرت رقم 13 ومواليد 2001، عبد الله حيمود مواليد 2001، يعني بنتكلم في لعيب صغير السن عنده 22 سنه، ولكن هذا اللاعب لعب في دوري ابطال افريقيا السنه دي مع الوداد 10 مباريات، يعني يعتبر رابع لاعب في ترتيب المشاركه مع اللاعبين الكبار اللي شاركوا السنه دي مع الوداد، معدل مشاركاته لا تتعدى ال 450 دقيقه، ولكن في التوقيت اللي بيشارك فيه مؤثر جدا في خط وسط الوداد، ولكن مين بقى ابرز لاعبي الوداد اللي بيشاركوا بشكل اساسي وليهم اكبر قدر من نسبه المشاركه خلال هذه البطوله مع فريق الوداد؟ لو نروح لكابتن الفريق يحيى جبران مواليد 91،
يعني عنده 32 سنة. يحيى جبران السنة دي لعب مع الوداد ال 12 مباراة، لعب كل المباريات مع الوداد الرياضي المغربي، لدرجة كمان نسبة مشاركته بتتخطى حوالي 1100 دقيقة. عنده نسبة مشاركة عالية جدا مع الوداد يحيى جبران كابتن الفريق. هو كثير الإنذارات، حصل على إنذارين من قبل، ولكن في نفس الوقت هو لعيب هداف، أحرز 3 أهداف مع الوداد في مشواره في دوري أبطال إفريقيا، ولاعب طبعا بيلعب في مركز الوسط المدافع. ولكن في لاعب آخر لا يقل أهمية عن يحيى جبران، وهو اللاعب الكونغولي أرسن زولا. هذا اللاعب مواليد 97، عنده 26 سنة، لعب مع الوداد هذا العام ال 12 مباراة، كل المباريات كان متواجد فيها في خط دفاع نادي الوداد، ونسبة مشاركاته تقترب من حوالي 1000 دقيقة. أحرز هدف واحد طوال البطولة، ومعدل إنذاراته قليل جدا بالمقارنة بمركزه كلاعب في المركز المساك وفي قلب الدفاع. دي أبرز حاجات متعلقة بنسبة المشاركة لعدد من اللاعبين، يعني عبد الله الحيمود، ثم كمان يحيى جبران وأرسن زولا. طبعا اللاعب السنغالي سامبو مواليد 98، عنده 25 سنة، السنة دي لعب حوالي 11 مباراة، أيضا داخل في الترتيب رقم 3 بعد يحيى جبران وأرسن زولا، ومعدل المشاركة بالنسبة له تتخطى 900 دقيقة. نسبة أهدافه 7 أهداف لسامبو المهاجم السنغالي لنادي الوداد، ودي نسبة كبيرة جدا لمهاجم في أول سنة بينضم فيها مع نادي الوداد. دي كانت إطلالة سريعة كده على أبرز اللاعبين ونسبة مشاركتهم وعدد المباريات اللي شاركوها، والغياب المؤثر لعبد الله حيمود اللي هيكون أو مش هيكون في وسط ملعب الفريق في مباراة الغد، واللي كان أحد اللعيبة المؤثرة بشكل كبير جدا في لقاء سان داونز. ألف مليون سلام علينا، تمنى له بالتأكيد الشفاء العاجل خلال الفترة اللي جاية. طيب، يوم الأربعاء اتكلمنا على إيفنت جديد الاتحاد الإفريقي بينظمه، عمل أوبن ميديا داي، يوم مفتوح لوسائل الإعلام للقاء مع لاعبي الفريقين والحصول على تصريحات ليلة المباراة وقبل موقعة مباراة نهائي إفريقيا، لتعظيم دور الأمور التسويقية والمالية للاتحاد الإفريقي. والفترة الجاية على فكرة في كواليس تانية الاتحاد الإفريقي هيشتغل عليها عشان يتم تسويقها بشكل جيد، وممكن حتى تلاقوا التدريبات الفترة اللي جاية ممكن تشتريها وتاخد كواليسها عشان تبدأ تزحها من خلال القناة المالكة اللي ممكن تشتري الهايلايتس مع التدريبات. ده بخلاف بقى إذاعة المباريات اللي في إحدى القنوات بتشتغل عليه دلوقتي، وأعتقد خلال الأشهر القادمة ممكن يحصل تعديل على مسألة بث المباريات، وفي مفاجآت بتنتظر المنطقة العربية في مسألة بث المباريات الإفريقية وتحديدا دور السوبر ودور الأبطال خلال الفترة اللي جاية. بالأمس كانت في عدد من لاعبي النادي الأهلي أدلوا بتصريحات مهمة جدا على مباراة الوداد. نخرج نسمع في هذا التقرير تصريحات لاعبة الأهلي، ونرجع لسه عندنا تفاصيل مهمة على مباراة الغد. الحمد لله، يعني مباراة احنا وين قدرنا يعني نحقق الفوز في النصف النهائي، وان شاء الله احنا مركزين عشان ذي البطوله احنا تعبنا عليها، وما يخفى لكش انه احنا يعني كنا على بعد خطوه من الخروج من البطوله، وان شاء الله احنا مركزين 100% عشان ناخذ بطوله. اكيد يعني ما يخفاش انه الجماهير هما يعني نصف الفوز تاعنا، هما اللي حفزونا، وكل ما نشوفوا يعني الملعب فيه ساعة اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجه ثانيه. واحنا ان شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقه، وان شاء الله ما نخيبوش امل ان شاء الله. لا، ما فيش ولا ايجاد، ما في ولا سبه، ما كان حتى سبه اللي تخلينا نقول ايجاد، عشان احنا محضرين في احسن الظروف، واللعيبه كلها الحمد لله ما فيش اصابات، وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله في النهائي ونقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله. لا، عامل الجمهور مهم طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في استاد القاهره، ماتش كبير ان شاء الله، وربنا يكرمنا وان شاء الله نحقق ال 11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني ان شاء الله. الحضور الجماهيري هو رقم واحد في الماتش، هو اللي السند لينا، هو الدعم لينا في المباراه ان شاء الله، وهم كل ماتش بيجوا بيبينوا للناس والبلد كلها ان هم حاجه كبيره، والجماهير حاجه كويسه في الملاعب وحاجه تشرف مصر، وان شاء الله نقدر نفرحهم ونروحهم مبسوطين ان شاء الله باذن الله. احنا بنستعد زي ما قلت قبل كده، احنا بنستعد زي كل ماتش، بس ده نهائي افريقيا مختلف شويه، الاستعداد بيبقى بدري شويه، بتحضر ذهنك من بدري شويه، بتركز اكتر، لو بتركز 100% لا بتركز
مليون في المية، وإن شاء الله يعني بإذن الله ربنا يكرمنا ونعمل ماتش كبير بإذن الله. نقاط القوة، لا هي نقاط القوة اللي احنا نركز نلعب لعبنا، نلعب أدائنا، ما نهيبش الموضوع، نقدرنا يا أفريقيا يستمتع في الملعب، وإن شاء الله بإذن الله احنا قادرين على كده بإذن الله. بقول لهم إن شاء الله نقدر نفرحكم، بس انتوا يدعمونا بشكل قوي في الملعب وبره الملعب، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحكم بإذن الله. طيب دي كانت تصريحات مهمة جدا للقندوسي ومروان عطية ومحمد مجدي أفشل، اللي اتكلم في نقطة مهمة جدا وقال لك المباراة دي ليست مباراة ثأرية، احنا بنلعب مباراة لبطولة جديدة لازم نركز فيها وننسى كل اللي فات، ودي نقطة مهمة جدا في الإعداد الذهني للاعبين عشان ما يكونش فيه ضغط نفسي على اللعيبة. طيب ده الجزء المتعلق بالشق الفني والأمور الإدارية والترتيبات الخاصة بفريقي الأهلي والوداد، ولكن في جزء مهم جدا متعلق بقى بالترتيبات الأمنية لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري الأبطال. النهاردة رجال الأمن كان أجروا بروفا في استاد القاهرة على تأمين مباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا اللي هتتلعب بكرة إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة. الأمن وضع خطة محكمة لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وكل الضيوف، وكمان تأمين ممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع للخروج بالمباراة لبر الأمان، وتم وضع قائمة محظورات للجماهير أكيد الكل بقى عارفها عشان ما تتكررش بعض الأخطاء اللي كانت في بعض المباريات السابقة، ولكن في تفاصيل أكتر وتفاصيل مهمة جدا، لذلك بينضم لي في هذه اللحظات العميد محمود القاضي مسؤول الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. سيادة العميد محمود القاضي مساء الفل على حضرتك. أستاذ محمد مساء الفل على حضرتك، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يا رب تكون الأمور كلها تمام وبخير إن شاء الله. والله الحمد لله زي ما حضرتك أشرت، إحنا أنهينا من ساعات قليلة يعني آخر اللمسات والبروفات النهائية، وتم مراجعة يعني الإجراءات والخطط الخاصة بتأمين المباراة، وإن شاء الله المباراة تخرج طليق بسمعة الكرة المصرية وطليق بسمعة النادي الأهلي العريق بإذن الله. طيب اشرح لنا بقى الاستعدادات الأمنية لتأمين المباراة وكيفية دخول الجماهير والأبواب المخصصة لكل فئة حسب درجة التذاكر. تمام، هو طبعا بكرة إن شاء الله المباراة يعني مصرح لها بحضور جماهيري 50,000 مشجع تم توزيعهم على الدرجات المختلفة للإستاد. نبدأ بمدرج الدرجة الثالثة شمال، ده المدرج المحبب لجمهور النادي الأهلي، ودول حضرتك هيدخلوا من باب صلاح سالم، الباب المطل على شارع صلاح سالم، ومنه مباشرة إلى أبواب الترنستايل الخاصة بالمدرج. الفئة الثانية المصرح لها بالتواجد هو الدرجة الثانية الموحدة، ودول برضو هيدخلوا من نفس الباب، باب صلاح سالم، ومنه إلى مسار داخلي من داخل الإستاد حتى الوصول إلى ترنستايل الخاص بمدرج الدرجة الثانية. يبقى جمهور النادي الأهلي اللي حاجز تذكرة درجة الثالثة شمال أو الدرجة الثانية عليه التواجد أمام باب صلاح سالم ومنه إلى المدرجات مباشرة. بالنسبة لجمهور النادي الأهلي اللي حاجز الدرجة الثالثة يمين، مخصص لجماهير النادي الأهلي اللي هتدخل الدرجة الثالثة يمين دخولها من باب النصر، وباب النصر هو الباب المطل على الشارع الرئيسي للنصر بجوار نادي الزهور، ومن خلال هذا الباب هيتوجهوا مباشرة إلى أبواب الترنستايل الخاصة بمدرج الدرجة الثالثة شمال. هيتبقى لنا جمهور النادي الأهلي اللي في الدرجة الأولى شمال، ودول هيدخلوا من بوابة آل رشدان، دي البوابة الرئيسية اللي هتدخل المقصورة الرئيسية سواء كانوا مدعوين أو جماهير حاجزة تذاكر في المقصورة أو في الدرجة الأولى شمال، دول هيدخلوا من الباب الرئيسي المطل على مسجد آل رشدان ومنه مباشرة إلى الدرجة الأولى شمال أو المقصورة الرئيسية. هيتبقى لنا جمهور الضيف الخاص بنادي الوداد، مخصص ليهم الدرجة الأولى العلوية أعلى المقصورة، ودول برضو هيدخلوا أستاذ محمد من باب آل رشدان، ومحدد ليهم مسار مخصوص مخصص ليهم من باب آل رشدان حتى التواجد في أعلى المقصورة في الدرجة الأولى العلوية. أكيد دي كده خطة دخول الجماهير إلى مدرجات الاستاد. طيب إحنا وسيادة العميد معانا على الهوا زي ما انتم شايفين على الشاشة، يمكن دي لقطات حية وبث مباشر
من استاد القاهرة الدولي لاستعدادات تجارية لتحضير الاستاد لمباراة الغد، وممكن بعد أقل من نصف ساعة إن شاء الله كمان الأهلي هيبدأ تدريبه الرئيسي. شفنا ميشيل يانكون، شفنا عدد من أفراد الجهاز المعاون عشان يستعدوا لأداء المران الختامي على استاد القاهرة الدولي طبقا للبروتوكول اللي حدده الاتحاد الإفريقي. طب سيادة العميد، متى يتم فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير؟ إن شاء الله المباراة بكرة في تمام 9 مساء. فتح الأبواب هيبقى اعتبارا من الساعة 2 بعد الظهر، وفي وقت طويل جدا من الساعة 2 حتى الساعة 9، الوقت ده كله متاح أمام الجماهير للتواجد على الأبواب، وإن شاء الله بكرة تكون في سلاسة ويسر في الدخول حتى الوصول إلى المدرجات. طيب، ممكن نتكلم على قائمه المحظورات. يعني طبعا احنا الحمد لله جماهير النادي الاهلي عودتنا في الماتشات السابقه على الالتزام والظهور بالمظهر المشرف اللي يليق بسمعه الكره المصريه وعراقه النادي الاهلي، فانا ما بحبش اقول محظورات وممنوعات، ولكن احنا بناكد على ان اي حاجه هتدخل في صحبه الجماهير ممكن تسبب اذى فهي ممنوعه. على سبيل المثال وليس الحصر، الشعلات الحرارية اللي هي الشماريخ أو أي حاجة ممكن تحدث لهب، الولعات اللي هي ممكن البرفيوم اللي هو الحاجات العطرية اللي فيها مزيل عرق أو حاجة بتحدث لهب، أي حاجة من شأنها بتحدث لهب فهي ممنوعة. ممكن لو في أي حاجة معلبة مغلقة سواء كانت مأكولات أو مشروبات، دي ممكن إلقائها على أرض الملعب تسبب أذى للعيبة أو تسبب أذى للجماهير، فدي برضو من ضمن الممنوعات. بالإضافة إلى لو أي لافتات مسيئة أو أي شعارات بذيئة أو أي حاجة تحمل نوع من المواد الدعائية فدي برضو ممنوعة. أكيد. بالإضافة إلى الباور بانك، الشواحن، الأسلاك الكهربائية فدي برضو من الممنوعات. أعتقد أن جماهير الكرة المصرية وبخاصة جماهير النادي الأهلي بقت على دراية كاملة جدا بموضوع المسموح واللي مش مسموح، وده بيبقى ظاهر من خلال تعامل الشركة الإفريقية مع الجماهير على البوابات. احنا لو حضرتك نلاحظ في مباراة الأهلي السابقة أمام الهلال السوداني وأمام الرجاء وأمام الترجي لم يتم رصد أي مخالفة، يعني مخالفات تكاد لا تذكر، وده إن دل على شيء يدل على وعي جمهور النادي الأهلي العظيم. وأنا من خلال برنامج حضرتك بحب أتوجه بالشكر لشباب الجماهير والمشجعين اللي بيترددوا على الاستاد. الحقيقة يعني احنا بنشهد في الفترة الأخيرة حالة من الانضباط والالتزام والوعي الكامل من الجماهير، وده اللي بيعود على مظهر وشكل المباراة وخروجها بالشكل اللائق، لان مفيش امن من غير التزام. اكيد يعني أكيد. عنصر اساسي من عناصر التامين هي التزام ووعي الجماهير. فانا الحقيقه بشكر جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه اللي بتتردد على المباريات وتشجيع المباريات باذن الله. سياده العميد محمود القاضي، مسؤول الاطقم الامنيه للمجموعه الافريقيه لتامين نهائي دوري الابطال الافريقي، شكرا جزيلا لحضرتك وكل التوفيق لرجال الامن ولجماهير النادي الاهلي ولكل المعنيين بمباراة الغد إن شاء الله بالتوفيق للخروج للمباراة بشكل جيد جدا يعبر دائما وأبدا عن الشكل الحضاري للكرة المصرية في السنوات الأخيرة. حاجة أخيرة قبل ما أطلع لفاصل، وأنا عارف جمهور الأهلي فاهم الجزئية دي كويس جدا. سيادة العميد قال البوابات هتفتح من الساعة 2 لغاية ميعاد بداية المباراة الساعة 9، عايز تحضر من الساعة 2 مفيش مشكلة، تيجي الساعة 4 كويس، 5، 6 كل ده كويس جدا، ولكن التشجيع من أول صفارة الحكم الليبي معتز الشلماني حتى صافرة النهاية، تشجيعك كله في 90 دقيقة بس، قبل كده اتحرك براحتك واقعد زي ما انت عايز في الاستاد واعتبر ده يوم خروج أو فسحة للأسرة وللعائلة وكله تمام، ولكن مع بداية المباراة عايز افتكر أول ربع ساعة اللي حصلت في مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في فاينل 2008، الربع ساعة دي اللي كانت كفيلة إن الأهلي يفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 2008، هدفين خلصوا المباراة وأنهوا المباراة قبل ما تسافر للكاميرون، والربع ساعة دي تحديدا خلت الاتحاد الإفريقي يدي أفضل جايزة لجمهور في هذا العام كانت لجمهور النادي الأهلي. نتذكر التاريخ كويس جدا لأن الأهلي تاريخه كبير في البطولات الإفريقية، من التسعين دقيقة شجع وآزر ودعم، وإحنا كلنا عارفين وكل الأشقاء عارفين استاد القاهرة اسمه استاد الرعب، مع كامل احترامي لأي ملعب في أي مكان في إفريقيا، استاد القاهرة معروف للجميع أنه استاد الرعب. عايزين نرجع المسمى ده ونفكر الناس ان استاد القاهره ما زال هو استاد الرعب، نكسب ونلعب، وان شاء الله باذن الله لقاء الذهاب هيكون فتحه خير قبل السفر الى المغرب ومواجهه الاياب ان شاء الله يوم الاحد المقبل.
الساعة 10 بتوقيت القاهرة، لعل وعسى يا رب بإذن الله نكون في لقاء الذهاب بنقترب بنسبة كبيرة جدا من تحقيق البطولة الإفريقية والفوز بالأميرة السمراء، وتكون مزينة في مدرجات أو في كل يعني دولاب البطولات الخاص بالنادي الأهلي في قلعة النادي في الجزيرة. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع آخر أخبار الترند، وعندنا كلام مهم جدا النهاردة كان مكتوب في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أكيد كان في تفاصيل مهمة متعلقة بموعد نهائي دوري أبطال إفريقيا. آخر أخبار الترند، طيب آخر أخبار الترند والنهاردة عندنا تفاصيل مهمة جدا، ولكن قبل ما أدخل في ترند الأهلي في نقاط مهمة متعلقة بالاجتماع الفني اللي أقيم النهاردة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. على فكرة تم تحديد حوالي 2500 تذكرة لجماهير نادي الوداد، وتقرر أن الوداد هيلبس الزي الأسود، تيشيرت أسود وشورت أسود، بينما الأهلي هيرتدي الزي الأساسي للشورت الأبيض والتيشيرت الأحمر في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. دي آخر التفاصيل المتعلقة من كواليس الاجتماع الفني اللي عقد ظهر اليوم. طب نروح لترند الأهلي، والبداية من حساب دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، ده حساب الاتحاد الإفريقي، بيقولوا يوم واحد ليلة تفصلنا على ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجميع يترقب صافرة البداية، بدأ العد التنازلي. حساب يلا كورة، كواليس جلسة حسم موقف الشناوي من مباراة ذهاب الأهلي والوداد. طبقا لمصادر ليلا كورة إن كولر اجتمع بأحمد أبو عبلة طبيب الأهلي لينصح الأخير بإبقاء الشناوي على دكة البدلاء، يعني دكتور أحمد أبو عبلة نصح إن الشناوي يكون على دكة البدلاء خشية من معاودة الإصابة له، وهو ما حسم الموقف. وبناء عليه كولر قرر استبعاد الشناوي من القائمة وتأجيل عودته لمباراة الإياب. الشناوي اجتمع مع المدير الفني وأخبره بتحسن حالته وشفائه التام ورغبته في المشاركة وتحمله لمسؤولية طلبه، ولكن المدير الفني مارسيل كولر أكد له على احتياجه بكل طاقته في مباراة الإياب، وأن السبب وراء قراره تجنب المجازفة، لأن الفاينل مش ماتش القاهرة بس، الشوط الأول في القاهرة والشوط الثاني في كازابلانكا. حساب في الجول بيتكلموا أيضا على قائمة الأهلي، تشهد غياب الشناوي وعودة علي لطفي في قائمة الأهلي لمواجهة الوداد في لقاء الذهاب. القائمة طبقا لمصادر في الجول وليست قائمة رسمية. في حراسة المرمى علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. الدفاع علي معلول، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، هاني، خالد، عبد الفتاح، محمود متولي. خط الوسط أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، عمرو السلية، حسين الشحات، أحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة. في الهجوم كهربا، شريف، بيرسي تاو، طاهر وأحمد عبد القادر. طيب نروح كمان لحساب اليوم السابع، وابتدوا يتكلموا على الأجهز ومين اللي ممكن يدفع بيه كولر في مركز حراسة المرمى. قالوا طبقا لمصادرهم الأهلي يجهز مصطفى شوبير للمشاركة في نهائي إفريقيا، وطبقا للمصادر بالنسبة لليوم السابع قالوا إن كولر شايف إن مصطفى شوبير لعب ثلاث مباريات فرجليه في الملعب، بينما علي لطفي كان مصاب أيضا وغايب آخر مباراتين، فبالتالي الأجهز هيكون مصطفى شوبير. الأهلي بمن حضر، وكل الدعم لمصطفى وعلي لطفي، وإن شاء الله نطمئن على الشناوي كمان الفترة اللي جاية. المصري الرياضي أبرزهم الشناوي، كولر يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي. طبعا المصري يوم طبقا للمصادر قالوا إن الشناوي خارج قائمة الفريق، وأبرز اللاعبين كمان اللي مش موجودين في القائمة رامي ربيعة، أيمن أشرف، شادي حسين، والبرازيلي برونو سافي، وكلها مصادر وليست قرارات أو مواقف رسمية الأهلي أعلنها، كل دي اجتهادات من بعض الزملاء. حساب يلا كورة، رئيس استاد القاهرة يكشف استعدادات الملعب لاستضافة مباراة الأهلي والوداد، وكان معانا من شوية زميلنا كريم أحمد، يعني قربكم شوية من الصورة، واتكلم على جاهزية الاستاد لخوض الأهلي والوداد المباراة النهائية غدا، واتكلموا على أن أرضة الملعب كان بيتم صيانتها بعد الظروف الجوية والتقلبات الجوية اللي كانت موجودة في الأيام اللي فاتت. وكمان في نفس الوقت كان في مباراة تتلعب في الاستاد، اتحاد الكرة نقلها استاد السلام عشان الاستاد يكون جاهز للعرس الخاص بنهائي دوري الأبطال. طيب نروح للمصري الرياضي أو الوطن، وتشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد في نهائي دوري الأبطال. بيتكلموا على بقى المصادر المتعلقة بالتشكيل، ممكن الأهلي يبدأ بمين. بيقولوا مثلا إن في حراسة المرمى علي لطفي، الدفاع منعم، معلول، ياسر، ما بين قصين، متولي، طبعا يعني وجهه النظر ياسر او محمود متولي، محمد هاني في الجبهه اليمنى. الوسط حمدي فتحي، مروان عطيه، اليو ديانج، وايضا عمرو السويه ما بين قوسين انه ممكن يكون موجود في التشكيله الاساسيه، وحسين الشحات وتاو وكهربا.
طيب نروح لحساب كوره بلس، وقالوا ان في رقم مميز الاهلي بيتسلح بيه قبل مواجهه الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب الفكره هنا في حد ذاتها على ان الاهلي يدخل المواجهه وهو متسلح برقم مميز، حيث لم يخسر في اي من المواجهات ال 13 الاخيره التي خاضها، ولم يستقبل خلالها اي اهداف، منهم 7 مباريات محليه و6 في افريقيا. الاهلي تمكن من الفوز في 12 مباراه، سجل فيهم 27 هدف، وتعادل لقاء وحيد ضد الرجاء في المغرب، لكن تفوق بثلاثيه في الذهاب على في لقاء العوده، وشهدت ركله جزاء مهدره من جانب الفريق المغربي. هو الاهلي تفوق بس بثنائيه وليست ثلاثيه. يمكن كره بلس كتب نقطه يعني رقميه غلط. هذه النتائج يعني تخللها نتيجه سلبيه، خساره وحيده، لكنه الاهلي لم يخوض هذه المباراه، وده الخطا اللي كان واقع فيه منذر الكبير مدرب الرجاء لما قال لك الاهلي خصم المصري 3-0 في الدوري، والمباراه دي كانت في كاس الرابطه والاهلي ما لعبش هذه المباراه، ولكن على واقع الارقام المباراه دي الاهلي ما لعبهاش، وبالتالي رقميا مكتوب ان الاهلي خسر فيها 3-0. بخلاف كل ذلك الاهلي قدر يحافظ على شباكه نظيفه في كل المباريات الافريقيه منذ مارس 2023 حتى يونيو حتى الان، وبالتالي ارقام مميزه جدا للاهلي قبل خوض المباراه النهائيه. طيب نروح لحساب دوري الابطال ايضا، وبيقولوا لا يمل من الصناعه ولا يكل من التهديف ولا يكف عن الرأس. بيرسيتاو الاكثر مساهمه في الاهداف الموسم الماضي من دوري ابطال افريقيا، والاكثر مساهمه هذا الموسم حتى الان، لاعب خبره. بيرسيتاو السنه دي نمسك الخشب، عامل موسم رائع جدا افريقيا ومحليا وافريقيا اكتر. طب حساب الوداد الرسمي على تويتر نشروا تصريح لطبيب الفريق دكتور انيس شاكو، اتكلم فيها على حاله اللاعب عبد الله حيمود اللي اجرى عمليه جراحيه، بنتمنى له الشفاء العاجل باذن الله ويقوم بالسلام. تعالوا نسمع تصريح لطبيب الفريق دكتور انيس شاكو ونرجع نكمل اخر اخبار الترند. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جيت اليوم نكلمكم على الحاله الصحيه للاعبنا عبد الله حيمود. اصيب اللاعب عبد الله حيمود بالتهاب حاد على مستوى الزائده الدوديه او ما يعرف بالابنديس، عنده هنا ابنديسيت، اجريت له اليوم عمليه جراحيه باحدى مصحات القاهره. الحمد لله العمليه تكللت بنجاح وهو الان في فتره نقاء. نتمنى الشفاء العاجل للاعب عبد الله حيمود، ونتمنى التوفيق والسداد لفريق الوداد الرياضي. تصريحات مهمه جدا من طبيب الفريق، الف مليون سلامه على اللاعب، ان شاء الله يقوم بالسلامه خلال الساعات اللي جايه. طيب السؤال اللي طرحناه والرساله اللي طلبناها ان تتوجه للاعيبه والجهاز قبل مباراه الغد. استاذ محمود علي بيقول التركيز لحسم البطوله من القاهره باذن الله. استاذ عبد الرازق بيقول موت على الكوره، العب برجوله، افريقيا الكبار وانت يا اهل الاسطوره. استاذ عاطف بيقول ربنا معاكم وينصركم، انتوا رجال ان شاء الله، الفوز للنادي الاهلي 0-3. استاذ وليد بيقول اعمل اللي عليك وما بتبخلش باي جهد، والتوفيق من عند الله، البطوله تحسم في لقاء العوده، ثقتنا فيكم بلا حدود وكلنا في ظهركم ان شاء الله. دي ابرز الرسائل اللي خدتها معاكم بالتاكيد في الفقره الاخيره. كلام مهم جدا ورسائل ايجابيه مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني قبل مباراه الغد. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد قبل ساعات قليله جدا من خوض الاهلي ذهاب نهائي دوري الابطال امام الوداد. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.